أهلا بكم. الموازنة العامة للدولة لعام 2013 و2014 تقف اليوم على مفترق الطريق، خاصة وأن الشرع البحريني يترقب في جلسة النواب المقبلة ما سوف يؤول إليه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بعد إعادته تحت المجهر لمزيد من الدراسة بسبب عدم تحققه لكافة المطالب المرجوة. كل القرارات التي خلص إليها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بزيادة المتقاعدين وعلاوة الغلاء لم تكن كافية لتمرير الموازنة واعتمادها من قبل جميع الكتل النيابية، لذلك ارتأت اللجنة إعادة التقرير لمناقشته لربما وجدت بين ثنايا حلول جديدة. هناك اختلاف في الرؤى وتباين في الآراء واختلاف في المواقف. لا شك أن الموقف المهني اللجنة عدت تقريرها بشكل مهني ومن خلال ما تراه يصب في صالح مملكة البحرين وأولا والاقتصاد البحريني في المقدمة دائما، وفي نفس الوقت أن يحفظ سمعة البحرين عالميا وعلى المكانة الاقتصادية التي وصلت لها البحرين والمواطن البحريني. فالتقرير المهني قد يختلف عن وجهة النظر أو الموقف السياسي، وهذا معروف والكل يعلم به، فيمكن اليوم المواقف السياسية اختلفت. أنا سحبت التقرير على أساس أن نعطي الكتل مزيد من الوقت للتباحث وأيضا للجلوس مع الحكومة الموقرة ونرى إن كان هناك إمكانية أن نصل إلى توافقات جديدة إن شاء الله. جاء سحب الميزانية العامة للدولة لسنة 2013-2014 اليوم لمدة أسبوع، وذلك بهدف إلى التواصل مع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية للوصول إلى توافقات أكثر تلبي طموح المواطن البحريني. لا شك أن اللجنة المالية عملت خلال الأشهر الماضية لتضمين الميزانية العامة زيادة المرتبات المواطنين في القطاعين العام والخاص، كذلك المتقاعدين وعلاوة الغلاء. بعض الكتل النيابية أصرت على تنفيذ كافة المطالب بدون استثناء وعلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن البحريني. المفروض نتفاوض نحن مع وزير المالية، لا نتفاوض مع الوزير الآخر في هذا الجانب، لأن هذه قضية مهمة جدا. الآن لابد أن تكون النقاط على الحروف بوضوح، أما أن نترك القضية فيها شيء من الفضفضة وفي هذه، أنا أعتقد أن النواب لن يوافقون إلا أن تكون الميزانية واضحة والزيادات واضحة، العلاوة القلاء واضحة، المتقاعدين واضحة. بدون ذلك أعتقد صعب أن تمرر هذه الميزانية. أنا كموقفي كنائبة وعدت وبعد المناقشة مع منتخبين دائرتي أن يعني أقف ضد الميزانية، وذلك لتحقيق المطالب اللي هي 150 دينار للمتقاعدين على معايير علاوة القلاء و 15% للقطاع الخاص والعام. لن أوافق على الميزانية بدون الزيادات وبالذات 15%. الجلسة القادمة ستعود اللجنة مجددا لتطرح ما في جعبتها من نتائج، فربما تحقق مطالب النواب والعكس متاح، ليبقى الخيار أمام النواب إما بتمرير الموازنة العامة أو برفضها. في الآونة الأخيرة انتشرت مشكلة اللحوم الفاسدة وأصبحت تطفو على السطح بين الحين والآخر، رغم جهود الحكومة الرشيدة في القضاء عليها ودعمها للحوم الحمراء. وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق في مجلس النواب لمعرفة ما يدور وراء الكواليس وكشف الحيثيات للرأي العام. ما هي مكامن مشكلة اللحوم الفاسدة وكيف يمكن استئصال جذورها؟ وهل يمكن أن يكون الحل البديل في تفعيل التوجه للاستفادة من فرص الاستثمار الخارجية في مجال تربية وإنتاج اللحوم الحمراء؟ كل هذه التساؤلات كانت بحاجة إلى إجابات صريحة وواضحة لما يدور في ذهن المستهلك في ظل ما يشهده الشارع الاقتصادي من ضجة اللحوم سواء بالنقص أو بالشحنات الفاسدة.
نظرنا في الفترة الأخيرة أن كثرة الشكاوي من دخول اللحوم الفاسدة من قبل شركة المواشي البحرينية والجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، وبالأخص الفترة الأخيرة اللي هو كان في فترة رمضان اللي كان يعني المواطن يحتاج لهذه اللحوم، فقلة اللي في الأسواق المحلية اللي هو الفترة الأخيرة اللحوم، وشكوى اللي هو أصحاب التجار المواشي، فهذه خلتنا أن يعني نشكل هذه اللجنة. فكان لابد من أن تعلو المطالبات النيابية بشأن تكثيف الرقابة على اللحوم الفاسدة وتوجيه سؤال للجهات المختصة حول أسباب تكرار دخولها إلى البحرين، وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمنع تكرار ذلك، وهل وضعت معايير لإلزام الشركة لمستوى معين لجودة اللحوم وصلاحيتها؟ وهنا علينا في مجلس التشريع علينا أن يعني نحقق كل بما يعني يحدث في الأمور اللي هو دخول اللحوم الفاسدة، هذا يضر يعني عدد كبير من المواطنين، وهنا عندنا صحة المواطن فوق كل شيء، فلذلك يعني شكلنا هذه اللجنة، وإن شاء الله يعني هذه اللجنة بتاخذ دور كبير، وهي يعني لجنة مهمة في المجلس التشريعي، فبيكون يعني نحقق مع بعض الجهات المسؤولة، وهو ما يخفى على الجميع هناك على وزارة البلديات، على وزارة الصحة ووزارة التجارة وشركة المواشي، فيعني عندنا مستندات تثبت بذلك، عندنا صور تثبت بذلك. لذلك تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية اللحوم الفاسدة والتعاون مع الحكومة الرشيدة في القضاء على هذه المشكلة. الأسبوع القادم سيجلس أعضاء اللجنة مع الوزارات المعنية لوضع خارطة طريق وعمل لإيجاد حلول وإجراءات صارمة وجذرية لتفادي ظهور المشكلة من جديد. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عقدت اجتماعا استثنائيا لبحث موضوع طلب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفع الحصانة عن النائب سلمان الشيخ، لذلك أكدت اللجنة أن قرارها لا يعني الإدانة، وطلب رفع الحصانة هو إجراء يقتضي السماح للنيابة العامة بالتحقيق في دعوى تخص النائب، لكن في ذات الوقت سيقوم النائب بممارسة كافة صلاحياته البرلمانية دون إعاقة. هدف اللجنة الأساسي هو البحث في كيدية الشكوى من عدمها، وبعد نصف ساعة من اجتماعها اجتمعت مع سعادة النائب سلمان حمد الشيخ للاستماع إلى دفوعه، وأنه هل هو يعتقد بأن هذه الدعوة كيدية أم لا، وقد أوضح في دفوعاته التي أبداها شفوية لأصحاب السعادة النواب ورد على استفساراتهم، وبعد أن اكتملت استفسارات أصحاب السعادة النواب انصرف عن الاجتماع، ثم ناقشت اللجنة مجتمعة لوحدها موضوع كيدية الدعوة من عدمه، وبعد النقاش والمداولة بدأ التصويت على الموافقة على طلب رفع الحصانة من عدمها، وتوصلت اللجنة إلى الموافقة أو أوصت اللجنة إلى الموافقة على طلب رفع أو طلب الإذن برفع الحصانة تمهيدا لسير الدعوة. طبعا هذا القرار ليس قرارا نهائيا، المجلس هو الذي يملك حق القرار النهائي، هذه مجرد توصية من قبل اللجنة المختصة. وخلال لجنة المرافق العامة والبيئة تم مناقشة مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية، حيث تأتي أهمية المشروع من الفراغ التشريعي فيما يخص إيجار العقارات المبنية. وضعت اللجنة نصب عينها هذه الأهمية، وسوف تقوم بمواصلة مناقشة المشروع بقانون إلى حين انتهائه، وحصلت اللجنة على موافقة اللجنة التشريعية والقانونية بسلامة هذا المشروع من الناحية القانونية، وكذلك بعض مرئيات الوزارات المختصة مثل وزارة البلديات ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسوف كذلك اللجنة تقوم بمخاطبة الكتل النيابية لأخذ مرئيات في هذا المشروع. كما يعلم الجميع بأن قانون الإيجارات قانون مهم، حيث يكفل الحقوق للمستأجر وللمؤجر
الآن هناك كثير من الحقوق ضايعة لعدم وجود تشريع قانوني، الكل يلقي التهمة على الآخر، ولكن إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا القانون وموافقة مجلس النواب ومجلس الشورى عليه سوف الجميع يحصل على حقه سواء كان مالك للإيجار أو مستأجر. كما عقدت اللجنة المشتركة بين لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن اجتماعا مشتركا لمناقشة المقترح بصفة مستعجلة بشأن إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة للحفاظ على البيئة وعلى الأمن وعدم استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية وبعض الوزارات والأجهزة المختصة. وقررت اللجنة الموافقة على المقترح. مقترح برغبة جدا مهم، وهو عمل مراكز في جميع محافظات البحرين لتجميع الإطارات للمحافظة على البيئة البحرينية، وكذلك الاستفادة من هذه الإطارات في عمل إعادة تدويرها، ولكذلك لعدم استخدام هذه الإطارات من البعض لعملية حرقها وسد الشوارع وبعض الطرق. كما عقدت لجنة الخدمات اجتماعها الاستثنائي لمناقشة مشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، حيث بدأت اللجنة في مناقشة تعريف القانون ومسميات أبوابه، ويأتي هذا الاجتماع نظرا لما توليه اللجنة من أهمية خاصة بهذا القانون. وقفنا اليوم الاجتماع الأول الخاص بالتعريف، بتعريف المنظمات الأهلية شنها، شنو المؤسسات الأهلية، شنو المنظمات الوسيطية، شنو اللجان الأهلية المؤقتة، حيث ستتضمن المرحلة الثانية عقد اجتماعات مع المنظمات المعنية. بعد أن تنتهي اللجنة من مناقشة المرئيات ستنتقل للاجتماع مع وزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة جميع التعديلات التي ستجريها اللجنة على مواد المشروع. التشريع هو الوظيفة الأولى لمجلس النواب، وتمارس هذه الوظيفة من خلال مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب أو العكس، أو من خلال أعضاء مجلس النواب عن طريق اقتراح القوانين. كما يحق للنواب اقتراح الرغبات، وهو المتمثل في دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها، ويجب أن يكون خطيا ويقدم إلى رئيس المجلس، والذي بدوره يحيله إلى اللجنة المختصة والتي تعطي تقريرها إما بالقبول أو الرفض. في حالة القبول وموافقة مجلس النواب عليه يكتب به للحكومة الموقرة وعلى رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم على الاقتراح، وهو ذات الأمر الحاصل في مجلس النواب البحريني، حيث يحق لخمسة نواب فأقل أن يبدوا رغبات مكتوبة للحكومة تتعلق بالمصالح العامة وتقدم إلى رئيس المجلس مرفقا بها مذكرة إيضاحية للرغبة المقترحة موضحا بها اعتبارات المصلحة العامة التي اقتضت تقديم هذا الاقتراح. شاركت الأمانة العامة لمجلس النواب في أعمال الاجتماع 17 لأمناء العامين لمجلس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مسقط تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان. الاجتماع ساهم في تعزيز التعاون البرلماني الخليجي وتنسيق المواقف على مستوى الأمانة العامة. وقد أوصى الأمناء العامون للمجالس التشريعية الخليجية في ختام اجتماعهم بضرورة مراجعة الخطاب الإعلامي والاتصالي للمجالس التشريعية الخليجية من حيث مضمون الرسالة والمستهدفين منها، ليكون مناسب لفئات الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من مجتمعات الخليجية، إضافة إلى اختيار وسائل الاتصال الناجحة والمناسبة لكل المجتمع، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في القرارات وأعمال المجالس لنشر ثقافة الحوار وطرح الآراء. بعد تشكيل مجلس النواب للجنة التحقيق في مشكلة اللحوم الفاسدة، السؤال الذي يطرح نفسه هنا: على من يقع اللوم؟ وكانت هناك ثلاثة خيارات، هي الحكومة أو التجار أو شركة المواشي.
وجاءت نتائج التصويت على الخيارات تبعا لآرائكم التي رصدناها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي كالآتي: 65% ترى أن الحكومة هي المسؤولة، بينما يلقي 25% بالملامة على شركة المواشي، فيما حمل 20% من المصوتين المسؤولية للتجار. كما يمكنكم التواصل معنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر والإنستغرام بـ @parliament. إلى اللقاء.